المهندس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، نشكركم مرة أخرى ونرحب بكم كشريك دائم للنجاح والتغيير في رفعة شأن بلادنا المحبوبة مصر، وهي تستحق منا الكثير. كل مرة ودي تاني مرة الحقيقة بنيجي فيها 57 53، الواحد يزداد أملا إنه هناك منظومة في مصر، مش منظومة طبية ومش منظومة بحث علمي، إنما منظومة نجاح. أعتبر زيارة النادي الأهلي وعمل بروتوكول مع مستشفى 57 53 ده عمل بيمثل واجب على النادي الأهلي. أنا شايف إن ده واجب علينا وواجب على كل واحد مصري اللي هو يجي هنا ويقف مع المستشفى ويساهم فيها، يعني أقل حاجة. لو أنت هتساعد بأقل حاجة ده هيبقى حاجة كبيرة جدا للمستشفى. مثال للتكافل الاجتماعي اللي بيتكلم عليه الأديان كلها، شفت كل المستويات قاعدة جنب بعض. بس النهاردة إحنا نتوسع، المستشفى لازم تتوسع عشان تكفي أبنائنا كلهم. مؤسسة مستشفى 57 53 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف علم.